حرصا على إتاحة الفرصة للمداخلات والتعقيبات والكلمات. وأول كلمة الآن لسماحة الشيخ عمرو مالم جبرينج رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالكاميرون، فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيها العلماء الأجلاء وأيها السادات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الدولة ومفهومها القديم والمعاصر. سنأتي بالنتيجة التي كتبناها في هذا البعث. أولا، المفهوم القديم للدولة. كانت الدولة في المفهوم القديم هي الدولة الطبيعية، وفي هذه الدولة كانت علاقة القوة هي الموجودة بين الناس، فكان الأقوياء يتحكمون في الضعفاء. ووفق هذا المفهوم يمكن تعريف الدولة باعتبارها. وثانيا، الدولة على مفهوم الاستقرار، الاستقرار والاستمرار، وهي المجتمع المدني عند اليونان، والجمهورية أي الشأن العام عند الرومان. ننتقل من العصر النهضة في فرنسا إلى يومنا هذا. الانتقال من الدولة الطبيعية التي تتسم بحرب الكل ضد الكل إلى دولة المدنية الحديثة، دولة المجتمع التي يكون فيها كل فرد حرا في إطار الهدوء لقانون الجميع. القانون هنا كتعبير عن الإرادة العامة، ويكون الدستور الشعب هو الكيان السياسي، والأمة هي مصدر السيادة. ثالثا، الدولة تتعاون في حياتها مع الدول الأخرى، وتلعب دورا أساسيا على ساحة الدولية. رابعا، الدولة في المجتمعات المعاصرة بالإضافة إلى مهامها المتربطة بممارسة السيادة، فإن مجال تدخل الدولة وعملها يتعلق بقطاعات العديدة مثل التعليم والصحة والثقافة والبحث عن التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة. دولة القانون هي بالعبارة التالية تقول لا أحد فوق القانون. وبما نظرنا في أمثال الدولة في القرون الماضية إلى يومنا هذا، لا ننسى الدولة الإسلامية خلال فترة تكوينها في المدينة المنورة، وكانت مثالا عمليا تطبيقيا للتعايش السلمي والتسامح واحترام الدين ومعتقدات جميع مواطني الدولة. وفي هذا الموضوع العالم الجليل أستاذ الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف المصرية بين هذه المعلومات المفيدة في كتابه فلسفة الحرب والسلم والحكم، طبعة وزارة الأوقاف سنة 1428. وختاما، في مقدمة لبرنامج المؤتمر العام 30 لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتب معالي سيد الوزير: فإن القوة الدولة قوة لجميع أبنائها، قوة للدين، وقوة للوطن، وقوة للأمة. وقال أيضا: كما أنه لا بقاء لأمة أو خدارة بلا قيم ولا أخلاق، فالأمم التي لا تقوم ولا تبنى على القيم والأخلاق إنما تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأساس قيامها ومصيرها إلى الزوال والاندثار. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. نشكر الله سبحانه وتعالى، ونشكر جمهورية مصر العربية شعبا وحكومة، وعلى رأسها
فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيده الله بنصره. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا إننا نسألك أن تحافظ جمهورية مصر العربية وجمهورية الكاميرون وسائر البلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.